السلام عليكم. يستخدم في المراقبة والتجسس. روسيا تطلق قمرا اصطناعيا ايرانيا. ان لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، واذا كنت من المشتركين لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو. اطلق قمر اصطناعي ايراني محمولا بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان الثلاثاء، وفق مشاهد حية بثتها وكالة الفضاء الروسية. واظهرت المشاهد صاروخا من طراز سويز 1.2 بي يحمل قمر صناعي إيراني ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدد للعمليات عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينتش. ويهدف القمر الصناعي الذي يرجح أنه يحمل التسمية نسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام الذي عاش بين القرنين 11 و 12 إلى مراقبة حدود البلاد ولأغراض عسكرية وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو للأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقية دولية بما فيها الاتفاق مع القوى الستة الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018. وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دولية غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران إلى تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ الباليستية عبر إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وأكدت إيران أن القمر الصناعي العائد لها والمقرر أن تطلقه روسيا الأسبوع المقبل سيكون تحت سيطرتها ومن اليوم الأول، نافية تقارير أمريكية عن استخدامه من قبل موسكو في إطار حربها ضد أوكرانيا. وسبق لإيران أن أطلقت أقمارا اصطناعية مباشرة من أراضيها، آخرها في آذار مارس 2022 مع قمر نور 2 العسكري العائد للحرس الثوري. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.